أيتها الشعوب العظيمة المحبة للسلام، لقد اختتمنا اليوم بنجاح قمتنا في شرم الشيخ مدينة السلام، إلا أن نجاح التعاون العربي الأوروبي يظل في النهاية رهناً بعملكم أنتم، ولن يكتب له الاكتمال إلا من خلال جهودكم، فأنتم أول المعنيين بلقائنا هذا، وأنتم من سيجني ثمار عملنا المشترك، فأدعوكم بكل ود ومحبة أن تتجاوزوا كل ما يفرقكم وأن تتمسكوا بكل ما يجمعكم حتى ننطلق جميعاً إلى مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. وختاماً، لا أودعكم بل أقول لكم إلى اللقاء في القمة العربية الأوروبية المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجدون الآن أمام حضراتكم مشروع البيان الختامي للقمة، والذي قام كبار المسؤولين بالتفاوض حوله على مدار الأيام الماضية، ويعكس أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين العربي والأوروبي، وأهمها تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، فضلاً عن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأخيراً وليس آخراً، الاتفاق على عقد القمة القادمة في بروكسل بحلول عام 2022. والآن مطروح على حضراتكم للنظر في هذا البيان، فهل من ملاحظات على البيان؟ تفضل. شكرا فخامة الرئيس. قدمنا عدد من النقاط للفنيين لتعديل البيان المشترك، ولم نجدها في النسخة الموزعة علينا، ولذلك نأمل أن تؤخذ هذه النقاط بالاعتبار. هذه القمة مثل ما تفضلت فخامة الرئيس في غاية الأهمية، ويجب أن تعكس توجهاتنا في جامعة الدول.